شباب لسه الدكتور ما دخلش. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب، سامعيني كده كويس؟ يا شباب سامعيني كويس؟ حد يرد عليا بس. تمام يا دكتور، سامعين حضرتك. ايوه يا دكتور تمام. طيب ان شاء الله النهارده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنحاول النهارده نستعرض بعض الافكار كده في الاسئله المالتيبل تشويس، وبنحاول نغطي بعض الأفكار في حل المسائل وحاجات زي كده. هنبدأ النهاردة بأول سؤال عندنا. السؤال بيقول لي for the reaction اللي موجود قدامي ده، البوتاسيوم بالمنجنيت، ده الرياكشن الموجود، بوتاسيوم بالمنجنيت بيتفاعل مع الايرن 2 او الفيروس ايونز في وجود الاسيد ميديوم عشان يديني المنجنيز 2 بلس والفيريك والماء. فبيقول لي at a particular time the production rate of iron 3، وهو مدهاني او ممكن يدهاني طبعا بصوره معدل تغير التركيز الايرن 3 مع التايم، مدهاني بتساوي 5 في 10 سالب 2، ومديني اليونت بتاعت الريت دوت هنا. بيقول لي at the same moment the rate of permanganate consumption should be، وعايز يحسب الكلام ده. طبعا يعني طريقه الحل بتاعت الاسئله دي يا شباب احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الامتحان الاولاني اللي احنا تعرضنا ليه، ان اي ايكويشن عندي لابد ان انا الاول اعمل لها انسبكشن للايه، للماس بالانس بتاعها والتشارج بالانس بتاعها. لو انا كده ابص على الايكويشن اللي موجوده عندي دي، هل يا ترى هي معمول لها ماس بالانس؟ يعني لما اجي ابص للمنجنيز هنا على الشمال هتلاقي ايه، هتلاقي 1 اتوم من المنجنيز كويس، وهنا في 1 اتوم، الايرن هنا في 1 وهنا في 1 كويس، الهيدروجين هنا في 1 هنا في 2 كويس. ممكن يتعمل بالانس طبعا، لكن القصه ما هياش بال يعني سيمبل زي ما احنا متخيلين كده. الرياكشن دوت اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، من الافضل ان انت تتعامل مع التو يعني رياكشنز اللي هم مكونين للتفاعل separately. يعني ابص لي الاكسديشن الاول والريدكشن بعديه مثلا، واشوف الاول كل واحد اعمل له ماس بالانس لوحده وتشارج بالانس ايه لوحده. لو انا جيت ابص للمنجنيز مثلا، ده المنجنيز ده بيتغير ازاي مثلا، ها في الايكويشن ديت هتلاقي ان المنجنيز دوت البرمنجانيت يشمل على ايه 4 اتومز من الاكسجين. الفور اتومز من الاكسجين ديت في وجود الاسيد ميديوم لازم يطلعوا في صوره ميه كويس، فيطلع في صوره ميه ايه 4 مولكيولز من الميه دي كويس. ده معناها ان في عندي هيدروجين قد ايه موجود عندي، في عندي 8 هيدروجين المفروض يدخلوا عندي، ف على طول او ما احط هنا 8 قدام الاتش بلس اللي موجود هنا كده، يبقى انت خلصت الماس بالانس ما بين البوتاسيوم ما بين البرمنجانيت ما بين الاتش بلس دوت وما بين البرودكتس اللي هي اللي طالعه ديت. فاضل عندي ايه بقى، ان انا احسب التشارج بالانس. لو انا جيت بصيت هنا على التشارج بالانس اللي موجود قدامي يا شباب، هلاقي ان في عندي هنا 1 نيجاتيف تشارج على البرمنجانيت وفي 8 بلس موجودين على ايه، على الهيدروجين الموجود. يعني اوفرول انا في عندي هنا 7 بلس. اروح الناحيه الثانيه الاقي ان في هنا ايه اوفرول عندي موجود 2 بلس موجودين على المنجنيز ايون كويس. طيب يبقى هنا ده هنا 7 بلس وهنا 2 بلس، لازم ان انا اعمل بالانس للكلام دوت بالالكترونز.
فالالكترونز تتحط في 5 الكترونز موجودين عندي هنا، عشان يبقى انا عملت كده بالانس. والايكويشن ديت انت خدتها في يير 2 تقريبا في في المعمل بتاع الاناليتيكال كيمستري. كويس. طيب اللي بالنسبه للايرن، الايرن فيري سمبل، الايرن 2 بتحول ايرن 3 زائد 1 الكترون. كويس كده، معمول لها ماس بالانس ومعمول لها شارج بالانس. طب هل يا ترى اقدر اجمع التو ايكويشنز على بعض؟ المفروض تيبيكالي لما تيجي تجمع التو ايكويشنز على بعض دول، المفروض ما يبقاش في عندي الكترونز متبقيه. يعني لو في عندي في الرياكتنس 5 الكترونز هنا، لازم هنا كمان يبقى في 5 الكترونز. طب الحل في الكلام ده ايه؟ ان انا اضرب الايكويشن دي كلها في ايه؟ في 5. اضرب الايكويشن دي كلها في 5 وبعد كده اجمع، فيبقى انا وصلت لايه؟ للايكويشن اللي هي النهائيه اللي موجوده عندي، اللي هي بتبقى بالانسد من ناحيه الماس ومن ناحيه الايه؟ من ناحيه التشارج. طبعا لو انت عملت انسبكشن عليها سريعا كده هتلاقي ان هي فعلا بالانسد من ناحيه الماس ومن ناحيه الايه؟ من ناحيه التشارج. كده انت خلاص خلصت الجزء بتاع البالانس بتاع الايكويشن. ابدا اشوف بقى الريت ايكويشنز بتقول ايه؟ بتقول ايه الريت ايكويشنز؟ معدل النقص في البرمنجنيت دوت، ها؟ طبعا مقسوم على ايه؟ مقسوم على السكيماتيك نمبر بتاعه. كويس، بيساوي الريت اوف برودكشن بتاع الايرن 3 دوت، مقسوم برضو على الايه؟ على السكيماتيك نمبر بتاعه اللي هو بلس 5. هنا السكيماتيك كان كام؟ كان هنا كان ماينس 1، فاتقسم عليه بالشكل ده. بقى عندي الايكويشن ديت موجوده، ها؟ هو تقريبا هو مديني الريت بتاع البرودكشن بتاع الايرن 3، تقدر تحسب منه مباشره الريت بتاع الكونسامشن بتاع الايه؟ بتاع البرمنجنيت، فيطلع الريت اوف كونسامشن بتاعه بيساوي كام؟ بيساوي 1 في 10 اس سالب 2 مول بير لتر بير سكند. كويس؟ طيب اكسرسايز تاني بيقول لي if the following equilibrium was interrupted by lowering the temperature the new equilibrium should be sustained at، وبيخيرني بيقول لي at the same equilibrium constant at the same equilibrium position at a higher concentration of A and B at a lower rate of the forward reaction. مين يا شباب يحل معايا بقى القصه دي؟ التفاعل ده بالنسبه لي ده اندوثيرميك ولا اكسوثيرميك؟ لا بلاش كتابه، خلينا بالصوت. اه معلش، اكسوثيرميك. ده اكسوثيرميك. اكسوثيرميك تمام. ممكن ان هو كمان الاكسوثيرميك دوت يحلها ازاي يا شباب؟ ان هو بدل ما يحط بلاس هيت هنا يجي على جنب ويقول لي دلتا اتش نيجاتيف، صح؟ ايوه صح. دلتا اتش نيجاتيف دي انديكيشن للهيت اكستشينج اللي موجود عليه. عارف لو حط لك دلتا جي للتفاعل دوت ما هياش انديكيشن للهيت، صح؟ اتفقنا على كده صح؟ رد اسمع الصوت عشان الصوت اللمش عليها. الدلتا جي بعد ما تجاوب معلش اقفل الصوت عندك عشان زمايلك بس. ماشي يا دكتور، اوكي تمام. الدلتا جي يا شباب احنا اتفقنا قبل كده في الليكشر ان الدلتا جي بروبنج السبونتينيتي بتاعت الرياكشن مش الهيت اكستشينج اللي موجود في التفاعل. كويس، يبقى الدلتا اتش هي الايه اللي بروبنج الكلام دوت. طيب فرقنا احنا كتير قوي ما بين الثيرموديناميك بروبرتيز وما بين الايه كاينتيك بروبرتيز، صح كده؟ طيب واتكلمنا ان يعني التفاعل ده لو انت عملت لورنج للتمبريتشر للتفاعل ده ايه اللي هيحصل فيه؟ هل يا ترى النيو ايكوليبريم ويل بي ات ذا سيم ايكوليبريم كونستانت؟ قلنا لا، التمبريتشر بتاثر في الايكوليبريم كونستانت، صح؟ وبتاثر كمان في الايكوليبريم ايه بوزيشن، صح كده؟ يبقى لا مش هيبقى at the same equilibrium constant ولا at the same equilibrium position. طب يا ترى هتبقى at higher concentration of A and B؟ طيب لو انت جيت بصيت للايكويشن، الايكويشن ديت ايه؟ قلنا ده اكسوثيرميك، صح؟ يعني لو انت هنا بتقلل الهيت، ها بتقلل التمبريتشر اللي موجوده، ده معناها ان الايكوليبريم will shift to the right، يعني هتبقى at higher concentration of C and D وهتبقى lower concentration من ال A وال B، يبقى نمبر سي هي كمان ايه؟ هي كمان غلط. فيبقى at a lower rate of the forward reaction. ليه at a lower rate of the forward reaction؟ لان انا قلت ان احنا بنقلل التركيز بتاع ال A وال B، والريت بتاع ال forward direction يتناسب مع ايه؟ مع التركيز بتاع ال A والتركيز بتاع ال B، فديفينتلي هيحصل ايه؟ هيحصل lowering في الريت بتاع ال forward direction. فيبقى فعلا by lowering the temperature ايه اللي هيحصل؟
هيبقى الرياكشن ده يعني will sustain a new equilibrium at a lower rate of the forward of the forward reaction. لو في اي حد يا جماعة عنده اي استفسار ممكن يفتح المايك ويتكلم معايا ويسألني. تمام؟ طيب exercise number 3. انا بس انا مش متابع التكست مسج، فلو كده افتح المايك وكلمني بعد اذنك. يا دكتور بالنسبة للإكزامبل اللي فات تمام، هو مش المفروض ان الفورورد دايركشن ان هو يحصل له انكريزنج مش يحصل له اللور ريت؟ يعني المفروض التفاعل يزيد في الفورورد دايركشن عشان يقاوم اللورينج تمبريتشر اللي حصل. لا بص، انا عايز افرق ما بين ان التركيز بتاع السي هيزيد، واخده بالك، وما بين الريت اللي هو بيعمل فورميشن للسي دوت. كويس، هو احنا متفقين على ان الايكوليبريم دي والبي سستيند عند انهي كونديشنز؟ دلوقتي الكونسنتريشن بتاع السي هيزيد، صح كده ولا لا؟ والاي هيقل، صح؟ ده من قاعده لوشاتيليه، صح؟ صح، الايكوليبريم بيتحرك في الاتجاه اللي بي ايه اللي بيزيل او بيعوق التاثير اللي حصل الخارجي. كويس، فهي هتحصل في الاتجاه ايه؟ لو انت قللت التمبريتشر هنا ده معناه كانك قللت حاجه من البرودكتس اللي موجوده، فالتفاعل هيمشي في الاتجاه الايه؟ هيمشي في الاتجاه العكس ده عشان يزود التركيز بتاع السي، يعني تركيز السي هيزيد والدي هيزيد. لما تركيز السي دوت يزيد او تركيز الدي دوت يزيد، ها؟ سيمالتينيسلي معاه كمان الريت بتاع الباكورد دايركشن دوت هيزيد. و و و و والعكس يعني صحيح، لا بالنسبه للاي والبي تركيزهم هيقل، فبالتالي الريت بتاع الفورورد دايركشن دوت هو كمان ايه؟ هيقل معايا يعني مقارنه بالايه؟ بالكيس اللي فات. طبعا وانس ان الايكوليبريم ديت يعني بقت سستيند، ها، ووصلت للايكوليبريم فعلا، ها، ده معناها ايه؟ معناها ان الريت بتاع الفورورد دايركشن هيتساوى مع الريت اوف باكورد دايركشن، ده عند الايكوليبريم، عند الايكوليبريم. كويس، يعني التو ريتس هيجرى لهم ايه؟ هيتساوى مع بعض. ماشي، طيب الرياكشن اللي قدامي دوت gives us reaction A plus B بيديني C، وفي equilibrium ما بينهم. كويس، بيقول الرياكشن ده is a second order with respect to A، second order بالنسبة للA للA، وzero order بالنسبة للB. فبيقول لي if 2 mole of A and 3 mole of B are mixed in a closed container of a fixed volume اللي هو V1، كويس، at a given temperature، وهو مدي لك الريت بتاع الكيس الاولانيه ديت، ومدي لك الريت كونستنت بتاعها اللي هو كي 1. بيقول لي والتجربه ديت اتعادت تاني بس في انذر فيسل، كويس، الفوليوم بتاعه كان في 2 وهو محافظ على سيم تمبريتشر سيم كوانتيتيز بتاعت كل الماتيريالز اللي موجوده، فبالتالي الريت بتاعها اصبح ار 2 والريت كونستنت اصبح كي 2. كويس، بيقول لي وير في 2 اقل من الفي 1، كويس، يعني الفوليوم الثاني هيبقى صغير عن الفوليوم الاولاني. كويس، بيقول لي ذا فولوينج ريليشن شيب شود بي كوريكت، ها، اني واحده من اللي جاي دوت بقى هيبقى صحيح؟ هل يا ترى كي 1 هتبقى اكبر من كي 2 ولا ار 1 هتبقى اكبر من ار 2 ولا ار 2 بتساوي ار 1 ولا كي 1 بتساوي كي 2؟ كي واحد بتساوي كي اتنين يا دكتور. ليه كي واحد بتساوي كي اتنين؟ عشان اوريدي الكي بتعتمد على التمبريتشر، تمام، ملهاش علاقه بالحجم ولا التركيز. عبد الرحمن ده ولا مين ده؟ عبد الرحمن معاك يا دكتور. عبد الرحمن انت مذاكر يا عبد الرحمن وحرقت السؤال على زمان. والله الحمد لله رب العالمين يا دكتور بجد. والله مش عارف اشكرك ازاي. الله يكرمك. طيب يا الحمد لله بتعاونك معانا واستجابتك وردك المستمر على الرسائل خلينا حبينا الكورس بجد. شوف المساله يا شباب، شوف المساله قدامنا فيها الحمد لله رب العالمين عامله ازاي، ها، ماليش انا علاقه، انا ليا دعوه بالاساسيات. طيب كويس كويس يا عبد الرحمن، ربنا يوفقك يا عبد الرحمن. طيب شايفين يا شباب المساله فيها ديتيلز قد ايه مثلا؟ لكن الكي بوينت عندي في المساله هنا كلها اللي هي كلمه at the same temperature،
شوف الكي بوينت قد ايه. لو ما لمحتش الجمله ديت هتقعد تدور بقى ايه وفي اتنين اكبر من في واحد، وطب ايه اللي يعمل ايه في الجزنس رياكشن، ها وطب يا ترى يعمل ايه. طبعا هي ليها كلام. انا ممكن اسالك سؤال تاني غير التمبريتشر مثلا، غير ات كونستنت تمبريتشر، ممكن نغير التمبريتشر كويس فيحصل او يجي سؤال بطريقه تانية كويس. عايز اوصل لك ان الاجابه بتبقى احيانا في ايه، في بوينت بسيطه جدا 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 في المساله وما انتش محتاج ان انت تلاقي. طبعا ار 2 مش هتساوي ار 1، لان ديفينتلي اللي هيحصل ان بما ان الفوليوم 2 دوت اقل من في 1، ده معناها ان البروشر هيبقى في الكيس الاولانيه هيبقى اعلى والتركيز هيبقى اعلى، ده معناه ان الريت هيبقى اعلى، يعني ار 1 هتبقى لا العكس، عكس اللي انا قلته ده، ان في 2 اقل فالتركيز هيبقى في الحاله التانيه ديت هيبقى ايه؟ بما ان في 2 اقل من في 1 يا شباب، هتبقى الكونسنتريشنز والبريشرز في الكيس التانية ديت هتبقى اعلى من الكيس الاولانية، فبالتالي ار 2 هتبقى اعلى من ار 1، ار 2 هتبقى اعلى من ار 1. فانا ما عنديش هنا حاجة بتقول ان ار 2 اعلى من ار 1، ولا ار 2 بتساوي ار 1، ولا ار 1 اكبر من ار 2. طب ايه الموضوع بتاع كي 1 اكبر؟ لا، عمر ما هتبقى الكي 1 اكبر من كي 2، لان احنا at the same temperature. يبقى الحل الوحيد اللي هو ايه، اللي هو كي 1 بيساوي ايه، بيساوي كي 2. طيب نمبر 4 بيقول لي الاكتيفيشن ايج اوف اكسوثيرميك irreversible reactions is always، يا ترى نيجاتيف بوزيتيف زيرو ولا ميسنج انفورميشن؟ كويس، بلاش انت عبد الرحمن بقى، شوف خلي حد من زمايلك يجاوب. يا شباب الاكتيفيشن ايج اوف اكسوثيرميك ريفرسيبل رياكشنز، طبعا انت يعني دماغك هتروح للريفرسيبل رياكشنز دي وهتقعد تدور عليها وبتاع وحاجات زي كده. كويس، ما تفكر الاول في الاكتيفيشن انرجي، هي عباره عن ايه الاكتيفيشن انرجي؟ هي الاماونت اوف انرجي نيدد عشان تعمل اكسايتيشن للرياكتنتس اللي موجوده دي، توصلها الى ايه، الى ترانزيشن ستيت. ها يعني محتاج انرجي عشان يحصل كوليجنز وتبقى سكسسفول كوليجن وهكذا، صح؟ يبقى وات ايفر الرياكشن ده اكسوثيرميك او اندوثيرميك، الاكتيفيشن انرجي لازم تبقى ايه؟ لازم تبقى بوزيتيف، صح يا شباب؟ لازم تبقى بوزيتيف، يعني مش ما تبصليش لاكسوثيرميك رياكشن وتقول لي اه نيجاتيف، تبقى نيجاتيف، ها؟ لا، كده مش هيبقى ايه اجابه صحيحه، ماشي؟ يبقى الاكتيفيشن انرجي از اولويز ايه؟ is a positive quantity. is a positive ايه؟ quantity. طيب نمبر 5 بيقول لي الرول اوف كاتاليست از تو تشينج ايه من الرياكشن. كاتاليست بيعمل ايه يا شباب؟ هل يا ترى بيغير الجيبس انرجي؟ جيبس انرجي طبعا ايه، ثيرموداينامك بروبرتي، صح؟ هل بيغير ايكوليبريم كونستنت؟ ايكوليبريم كونستنت also connected للايه، الجيبس فري انرجي، صح؟ نقول الدلتا جي بيساوي ماينس ار تي لين كي، صح؟ فبالتالي هي يعني هي كمان ثيرموداينامك ايه بروبرتي. طب الهيت، الهيت هي اللي تشينج في الانثالبي اللي هي دلتا اتش، برضه ثيرموداينامك ايه بروبرتي. يبقى ما يتبقاش عندي الاكتيفيشن، والاكتيفيشن انرجي هي الايه الوحيده الكاينتيك، ايه كاينتيك بارامتر اللي موجوده هنا. يبقى الاجابه الصحيحه عندي فعلا هي الايه، هي الاكتيفيشن انرجي. طيب نمبر 6 بيسالني بيقول لي الافريج ريت والانستنتينيوس ريت، طبعا احنا اتكلمنا عليهم بالتفصيل. طبعا وانت بترسم الكونسنتريشن بروفايل، التغير التركيز مع الزمن، تقدر ان انت تحسب الاثنين دولت، الافريج ريت والافريج ريت. لو انا بحسب مثلا عندي يعني اي سنه متتبع التركيز من 0 ل 40 مينت مثلا، تقدر تقول من 0 ل 40 دوت، تقدر ان انت ايه تحسب الافريج ريت ده، ان انت بتاخد التركيز اللي انت قسته عند 40 مينت وتطرحه من الانيشال كونسنتريشن اللي موجود عندك، وتقسم على ايه، تقسم على ال 40 مينت اللي هو الدومين، التايم دومين اللي انت عملته ده، يبقى دوت الافريج ريت. كويس، اما الانستنتينيوس ريت لو انت حبيت تحسبه عند ال 40 مينت، بتاخد التانجنت بتاع البلوت اللي موجود دوت وتحسب السلوب بتاعه. كويس، فده اللي يحسب لك الانستنتينيوس ريت. فبيقول لي امتى الاثنين دولت بقى ايه يعني يكونوا متساويين؟ هل يا ترى they are equal at the early start of the reaction، يعني عند بداية التفاعل،
ولا عند at the end of the reaction ولا in the middle of the reaction؟ ها أني واحدة من دولت؟ ولا never equal unless two rates have a time interval equal to zero؟ ها عمر ال instantaneous rate ما يتساوى مع ال average rate إلا إذا كان الدومين اللي بينهم بيساوي زيرو. التايم دومين اللي موجود ما بين التو ريدنجز اللي انت خدتهم دولت بيساوي زيرو. ده معناها ان ايه؟ ان عمرهم ما هيتساووا ايه؟ ما هيتساووا مع بعضين. يبقى الاجابه الصحيحه هي الايه؟ نمبر دي اللي موجوده عندي اللي هي never equal unless two rates have a time interval equal to zero. نمبر 7 بيقول لي the reaction دوت الامامي A plus 2B بديني برودكت has been found to have the rate low rate بيساوي K في A squared. هل ينفع؟ ومال البي دوت ايه دوره في الموضوع؟ ها؟ لا ممكن ما يبقاش بيأثر على الريت. ممكن يكون البي دوت بدأ يتفاعل في الرياكشن ميكانيزم بعد الريت ديترمينج ستيب، فبالتالي كل اللي بعد الريت ديترمينج ستيب دوت ايه؟ مش داخل معايا في الريت لو. كويس؟ فوارد ان يبقى الريت بيساوي K في تركيز الـ A مرفوع لباور بيساوي 2، يعني second order reaction. بيقول لي while holding the concentration of A constant، لو انت خليت التركيز بتاع الـ A دوت constant وجيت قمت عامل التركيز بتاع الـ B دوت is increased from X to 3X. Predict by what factor the rate of reaction increase. الـ rate دوت هيزيد بفاكتور شكله عامل ازاي؟ هل يا ترى 1 3 9 27؟ مين يا شباب يجاوب معانا؟ افتح المايك وجاوب لو انت عاوز. واحد يا دكتور. كم؟ واحد. ليه واحد؟ عشان البي عشان البي مش داخل في الريت كونستانت. الريت مش داخل عندي فين؟ في الريت كونستانت. يعني الريت از اندبندنت على التركيز بتاع مين؟ بتاع البي. فعلا يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه؟ هي واحد. طيب بيقول لي the first order reaction A بيديني product it took 284 minutes to attain 90% completion of the reaction. دي عكس المسألة اللي احنا كنا خدناها في الكويز الأولاني يا شباب. ها بيقول لي يعني الرياكشن دوت first order وأخد 284 minutes عشان يوصل للإيه 90% completion of the reaction at 25 degrees. How long in minute approximately will it take for the concentration of the reactant to drop from 0.4 to 0.2 مولر؟ كويس. هل يا ترى نمبر A 13.3 ولا 42.2 ولا 85.5 ولا 284.3 مينت؟ كويس. طبعا المسألة دي لازم تتحل ايه؟ ستيب باي ستيب. هو مدي لك التايم اللي هو 284 مينت دوت خده عشان يوصل للايه؟ لل 90% كومبليشن. ال 90% ديت معناها ايه يا شباب؟ معناها ان الايه التركيز بتاع الايه دوت اصبح ايه؟ اصبح 0.1 من الايه نود، صح كده؟ ها؟ مش احنا متفقين على ال 90% كومبليشن معناها ان المتبقي عندي من الرياكتنت هيبقى 10%، صح؟ 10% يعني معناها ان هو ايه؟ ان هو 0.1 من الايه نود، صح كده؟ طيب لو انت جيت كل حاجه معروفه عندك بقى في الايكويشن بعد كده ما عدا الكي، فانت محتاج تحسب الكي. فالكي يطلع بكام لو انت حسبته؟ يطلع ب 8.12 من 100 في 10 سالب 3 مينت ماينس 1. حسبت الكي خلاص، ده اول نص اول جزء من المساله. بعد كده بيسالك how long in minute approximately will it take for the concentration of the reactant to drop from 0.4 الى 0.2. عايز حد واحد شاطر كده يعني يجاوبني على المساله دي كده، يعني ايه في يعني في خطوة واحدة. حد يعرف؟ يا شباب ايه اللي احنا نعمله في المسألة دي؟ ها حد يقدر يجاوب؟ هي ممكن يا دكتور تتاخد بديهيا كده، هو خد 284 عشان يوصل ل 90% من التفاعل، يبقى ياخد 10% منهم عشان يوصل لل 10% المتبقيه. ياخد ايه؟ ياخد 10 مينت يعني تقصد، ولا 10% من ال 10% من اللي هو 284 من على 10.
يعني توستول ياخد 28 منت مثلا و4 من 10. لا هو هياخد 85 ونص. اما هياخد 85 لا ونص تبقى ازاي؟ الإجابة انا جبتها. انا انت جبتها لا بص طيب خلينا نمشي يعني ستيب باي ستيب كده، وايه هي جت وهتعوض ستيب انت باي في ستيب طبعا 85 ونص. ده الطبيعي ان احنا هنعوض في الايكويشن ديت وتحسب الايه وتحسب التايم، فالتايم هيطلع عندك ب 85 و5 من 10. انت بتقول ايه بقى كده يا عبد الرحمن؟ بتقول ايه؟ هتبص ال 284 ديت هتقول ان هو خدها في 90 صح كده؟ يبقى ياخد قد ايه عشان يبقى 10 بس صح؟ ولا يبقى قد ايه؟ بالظبط. طب ليه انت ايوه ده عندك اللي انا اقصده، بس انا لما جت قدامي حليتها بالستيب باي ستيب. بس انا بقول لك كبديهي ردا على سؤال حضرتك، ان انت بتقول ممكن بنظرة العين تجيبها يعني. هو التغير خلي بالك ما هوش لينير ما بين ال ما بين البرسنت اللي ماشي مع التايم، فبالتالي ما تقدرش تعمل الموضوع المقصات ده. ها ما هوش لينير خلي بالك. ها التركيز بيتغير فستيب ايه باي ستيب بقى. التغيير التركيز بيتغير معايا مع التايم اكسبوننشال، فما تقدرش تعمل موضوع ايوه مش المقصات. لينير لكن صح اللي انا عايز الفت بالظبط. النظر ليه، الفت النظر ليه هو التغير يا شباب من بوينت 4 الى بوينت 2 دوت، يعني بالنسبة لي ايه اللي هو التايم هاف. التي هاف، هو ده اللي انا عايز الفت النظر ليه دوت، اللي هو لان في حالة الفيرست اوردر قلنا التي هاف لا تعتمد على الانيشال كونسنتريشن صح؟ اي لا صح تعتمد، يبقى بالتالي لو هو ادالك اي تركيز كده بالشكل اللي قدامي دوت وقال لك التايم اللي ياخده قد ايه عشان يوصل لنصه، ده على طول في الفيرست اوردر التي هاف صح؟ طب وهو انت لو عارف صح الكي مش تعرف تحسب التي هاف للفيرست اوردر؟ تحسبه ازاي؟ ها لين اتنين على لين كي، اتنين على كي على لين طول اتنين صح؟ على كي يعني في خطوه واحده صح. مباشره بدون ما تعوض ولا تعمل ولا كلام من ده على طول لين اتنين على كي على طول، هي ديت هتبقى التي هاف بتاعتك تمام؟ كويس؟ يبقى دي الخطوه اللي انا اقصد بيها ان انت تبقى لماح للتركيزات اللي قدامك، التركيزات ديت ايه ايه علاقتها ببعضها؟ ها لو انت لمحت حته التي هاف ديت يبقى تشغل مخك على طول في الايه؟ في التي هاف اللي موجوده قدامك تمام يا شباب؟ حد عنده اي سؤال ولا حاجه هنا في الجزء ده؟ شكرا لك. يبقى الاجابه الصحيحه هنا طالعه بكام؟ 85 و5 من 10. طيب السؤال الثالث ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي the following concentration profile may be suitable for any reaction يا شباب، يا ترى parallel reaction ولا consecutive ولا reversible ولا independent؟ انهي تفاعل ده يا شباب؟ هل ده البارالي رياكشن؟ بارالي رياكشن عادة بتلاقي ان الرياكتنت اللي موجود دوت ها اللي هو انت بادئ بيه اوريدي صح؟ اللي بادئ بيه دوت بتلاقي ان هو ماشي في طريقين، ده كده البارالي كويس؟ طيب لو هو ريفرسيبل كويس؟ هتلاقي ان زي ما الرياكتنت بينزل بس ما بيروحش لايه؟ ما بيروحش للزيرو لو هو ريفرسيبل. امال ايه التفاعل ده؟ التفاعل دوت بيبقى فيه عندك انترميديت بيتكون صح؟ وبعد كده ايه؟ بيروح صح؟ وفي عندك برودكت بيطلع معاه، يبقى ده التفاعل اللي بنسميه الايه؟ كونسيكتيف رياكشنز. يبقى التفاعل دوت ايه؟ يبقى الشكل بتاع الكونسيشن بروفايل دوت انديكيتيف للايه؟ للتايب اوف رياكشنز اللي انت بتتعامل معاه. طيب for the following equilibrium اللي هي Cl2 plus CO بديني CO Cl2 والرياكشن دوت اكسوثيرميك، بيقول لي the following concentration profile was recorded، بيقول لي guess what happened عند 7.5 ده، ايه اللي حصل؟ هل يا ترى اللي حصل دوت حصل addition ل CO plus Cl2 لان في زياده في التركيز بتاعهم، هل ده حصل addition ليهم؟ احنا قلنا الاديشن بتبقى ايه؟ بتبقى انستنتينيوس كده وبتبقى شارب صح؟ ايوه فيبقى لا ده مش اديشن صح؟ والاديشن بتاع ما حصلش اديشن سي ال 2 مش هيصحبها ديكريز في سي او سي ال 2 صح؟ نمبر 2 ايوه صح. حصل ريموفال للسي او سي ال 2؟ لا طبعا، لو حصل ريموفال مش هيبقى شارب برضه. هل حصل انكريزنج في الرياكتور فوليوم؟
اي تشينج في الفوليوم بتاع الرياكتور بيبقى التشينج اللي حصل هنا ماشي في اتجاه واحد، يعني يا كله يزيد يا كله يقل، كويس؟ فبالتالي ده ما حصلش. هل حصل هيتنج اب للرياكتور؟ في الحاله ديت حصل هيتنج اب. طب ولو حصل هيتنج اب ايه اللي يحصل يا شباب؟ قلنا التفاعل ده اكسوثيرمي، لو حصل هيتنج التركيز بتاع السي ال 2 هيزيد والسي او هيزيد، وبيبقى الزياده فيه ايه؟ بتبقى الزياده ببطء كده بالشكل ده، كويس؟ وهيحصل ديكريز في التركيز بتاع الايه؟ بتاع السي او سي ال. لو حد يا جماعه يا شباب اللي فاتح الميكروفون وكده معلش اقفله بعد اذنك. وحصل ايه؟ حصل ديكريز في سي او سي ال. يبقى الاجابه الصحيحه في الحاله ديت اللي هي انهي؟ اللي هي نمبر دي، اللي هي حصل هيتنج اب للرياكتور. طيب انا يعني انتهز الفرصه وارجع بقى اعلق على ايه؟ على الريد بروفايل هو كمان بتاعت الكيس دي. ها في الرياكشنز دي يا شباب اللي هي بتبقى ريفرسبل وبتبقى يعني اما اكسوثيرميك او اندوثيرميك، انا شرحت بالتفصيل في المحاضره القصه ديت وعملنا ديفيشن لبعض القوانين، لكن يعني انا بتراجع شويه عن ايه؟ عن بعض الديفيشنز اللي احنا عملناها، لان الـ 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 المساله ديت يعني ايه؟ يعني مور كومبليكيتد شويه. طبعا احنا لما كنا عملنا ديفيشن كنا واخدين في الاعتبار ان البري اكسبوننشال فاكتور اللي هو موجود في ارينس ايكويشن دوت اندبندنت على التمبريتشر، لكن احنا بعد ما نيجي ندرس شويه في النظريات هنلاقي ان هو كمان بيعتمد على ايه؟ على التمبريتشر، التغير في التمبريتشر وكده اللي هو الارينس فاكتور ده، كويس؟ فانا عايز اشرح الكيس ديت من يعني تو بوينت اوف فيوز. الاولانيه اللي هي قاعده الشاتيلي، والقاعده الثانيه اللي هي التاثير بتاع التشينج اللي هيحصل دوت على ايه؟ على الريت اوف رياكشن، كويس؟ طيب احنا لما بنيجي سيستم زي اللي قدامي دوت يا شباب، احنا السؤال ان احنا كنا عملنا ايه؟ عملنا هيتنج اب للسيستم، صح؟ عملنا هيتنج اب للسيستم، وهيتنج اب للسيستم معناها ان برفع درجه الحراره، برفع درجه الايه؟ الحراره، واحنا قلنا ان عاده الريت اوف رياكشن تتناسب تناسب طردي معظم التفاعلات، ها؟ معظم، ما بقولش كل التفاعلات، لكن معظم التفاعلات الريت بتاعها كله بيزيد مع ايه؟ مع ازدياد درجه الحراره. يعني وانس ان انت رفعت درجه الحراره هنا الريت اوف فورورد دايركشن والريت اوف باكورد دايركشن هو كمان هيزيد معايا، هو كمان ايه؟ هيزيد معايا، كويس؟ لكن يا ترى الاثنين هيزيدوا بنفس المقدار ولا لا؟ قاعده لوشاتيليه بتقول لي ايه بقى؟ بتقول لي لما انت زودت درجه الحراره هنا في التفاعل دوت، ها؟ عملت ايه؟ خليت الايكوليبريم يحصل لها شيفت ناحيه الايه؟ ناحيه السي او والسي ال 2، يعني تركيزهم زاد معايا، تركيزهم ايه؟ زاد معايا بالتاثير بتاع ايه؟ بتاع الانتربشن اللي حصل في الايكوليبريم دوت. لما تركيزهم يزيد معايا، كويس؟ دوت هيخلي ان الريت اوف فورورد دايركشن هيزيد برضو، كويس؟ يبقى الريت اوف فورورد دايركشن زاد لسببين عندي هنا، سبب عشان رفعت درجه الحراره، وسبب ان الرفع في درجه الحراره زود التركيز دوت، فاوتوماتيكلي على حسب الريت لو ان كمان الريت اوف فورورد دايركشن هيزيد، فبالتالي هتلاقي ان الريت اوف فورورد دايركشن هيزيد اكتر من الريت اوف باكورد، والريت اوف باكورد الزياده الحراره زود الريت شويه، لكن قاعده لوشاتيليه واللي حصل في الايكوليبريم دوت قلل التركيز بتاع السي او سي ال 2، فبالتالي هتلاقي ان في ديكريز الى حد ما في الريت بتاع الباكورد دايركشن، يعني الريت اوف فورورد زاد من طريقين والريت اوف باكورد زاد من طريق ونقص من طريق، فاوفرول الزياده في الريت اوف فورورد دايركشن هتبقى اعلى من الزياده في الريت اوف باكورد دايركشن. يبقى لما اجي ابص هنا اللي هيحصل في الريت بروفايل عندي هنا، هتلاقي ان الريت اوف فورورد دوت زاد اكتر من الريت اوف باكورد، ده في حاله الهيتنج. لو تفتكر الكلام ده في حاله الكولينج كان البلوت دوت معكوس، الجزء دوت كان معكوس، وكان برضو الريت اوف فورورد دوت حصل له دروب اكتر من الريت اوف ايه؟ اوف باكورد، كويس؟ طيب بعد ما حصل الكلام دوت ديفينيتلي عشان تو سستين الايكوليبريم تاني اجين، ها؟ ده اللي انا كنت بشرحه لزميلتنا في اول سلايد لما هي سالت هو الريت بتاع الفورورد والريت اوف باكورد مش المفروض
ان قاعده الشاكليه بتقول، انا بقول لك الزياده اللي هتحصل زياده ايه، زياده لحظيه، ها، لكن عشان يوصل للايكوليبريم الريت اوف فورورد دوت لازم يقل، والريت اوف باكورد دوت لازم ان هو يزيد عشان يلتقوا هما الاثنين تاني في انذر ريت وانذر ريت كونستانت وانذر ايكوليبريم كونستانت تاني، لان تغير درجه الحراره بيغير في الايكوليبريم بوزيشن ويغير في الايكوليبريم كونستانت، ها، وهيغير في الايه، في الريت اوف رياكشن، وهيغير كمان في الريت كونستانت اللي موجود عندي. فالتيميتلي هتلاقي ان النيو ريت اللي هيبقى موجود عندي دوت ده هاير ذان الريتس اللي كانت موجوده عند الايكوليبريم بيفور ايه، بيفور هيتنج. كويس، الجزئيه ديت فيري كريتيكال يا شباب، لابد ان انت تبقى فاهمها كويس جدا جدا. كويس، وانا هنا حتى بقول لك ايه، بقول لك لاحظ حتى كمان ان الديكريز اللي هيحصل في الفورورد دوت والانكريز اللي هيحصل في الباكورد دوت، يعني ايفينشوالي الاثنين دولت will lead to accumulation of A of CO plus Cl2 اللي هم موجودين عندي هنا في الرياكتنس، في الرياكتنس ككونسنتريشن. كويس، ودوت متوافق جدا مع قاعده لوشاتيليه، ويبقى كده عرفنا شكل البروفايل يبقى شكله عامل ازاي، وشكل كمان ده الكونسنتريشن بروفايل ودوت الريت بروفايل بتاعت الكيس دي. واضح يا شباب؟ يبقى الايكويشن اللي احنا عملناها ديفيشنز في اول ليكشر تقريبا او ثاني ليكشر، كويس، يعني انا هتوقف عنها يعني شويه الى اما ندرس الثيريز بتاعه الرياكشن كاينيتكس، عشان هنتعرف شويه على البارامترز اللي بتاثر في الرينيوس فاكتور كمان هو كمان. كويس، فده كان يعني احد الاشياء اللي انا كنت عايز ان انا الفت النظر ليها كتكمله للمحاضره الثانيه. طبعا هو بيقول لي هنا الافكت اوف هيتنج، طبعا التمبريشر الثانيه هتبقى اعلى من الاولانيه، فبالتالي البارت دوت في ارينيوس ايكويشن هيبقى نيجاتيف، فيعني ليه تاثيرات كتيره، لكن يعني ما هنتركها شويه لما ندرس السيريز نفسها. طيب دي مساله على السكند، على يعني الاوردر اوف رياكشنز. كويس، بيقول لي ذا بيزك هيدروليسيس اوف ايستر ووز كاريد while keeping the initial concentration of the ester and sodium hydroxide the same at 0.02 mole per liter at 35 degrees Celsius. Well, the specific rate constant can 5.55 mole minus 1 liter minute minus 1. Well, he calculates the percent of ester that can be hydrolyzed in 30 minutes. عايز يعرف النسبة بتاعت الإستر اللي ممكن تحصل لها hydrolysis في 30 minutes. وعايز يحسب كمان التايم اللي هو required for 30% decomposition of the ester. طيب يعني بس عشان اعرفك البيزك هيدروليسيس دي بتتم ازاي، دي ايكويشن للبيزك هيدروليسيس بتاع الايثايل اسيتيت. ده الايثايل اسيتيت تفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد بيديني الصوديوم اسيتيت وبيديني ايه الايثانول بالشكل اللي قدامي ده. كويس، طيب اولا عشان يعني ابص الايكويشن، الايكويشن ديت يا شباب يعني الاستيكيومتري بتاعتها بالنسبه للايستر وبالنسبه للصوديوم هيدروكسيد 1 تو 1 زي ما احنا شايفين، هي بالانسد اوريدي الايكويشن، فالاستيكيومتري 1 تو 1. وهو كمان استخدم ايه يا شباب هنا، استخدم ذا سيم كونسنتريشن للايستر وللصوديوم هيدروكسيد. يعني المساله ديت شبيهه جدا بالكيس الاولانيه اللي احنا درسناها للسكند اوردر، ان انت لو عندك يعني 2A بيديني برودكت مثلا. كويس، ذا سيم، طالما الاستيكيومتري واحده وطالما التركيز واحد فيبقى نفس الكلام، حتى لو قلت A بلس B بس A يعني الاستيكيومتري 1 تو 1 والكونسنتريشن المهم بالنسبه لي ان انا ابدا بذا سيم كونسنتريشن، يعني كانك بتتكلم على ايه؟ على ايكويشن 2A بيديني برودكت، 2A بيديني برودكت. يعني لما احب اطبق القانون بتاعها، كويس، هو بيقول لي الاول الايكويشن دي، هو انت عرفت منين انها سكند اوردر؟ عرفنا منين انها سكند اوردر؟ مليونت يا دكتور. طبعا انت مش محتاج مليونت. انا اقول لك القصه دي. كويس، انت وانس ان انت اديتك انا الريت كونستانت، كويس، على طول انت لازم تبقى ايه عارف، اه هو مدي لك الريت كونستانت. كويس، لما يقول لك مول ماينس 1 مول ماينس 1 لتر مينت ماينس 1، ده معناها ايه؟ معناها انه قاسم على التركيز، صح؟ قاسم على التركيز ده بتاع السكند اوردر. امال لو كان فيرست اوردر يا شباب؟ الريت كونستانت
ما كانش هيبقى فيه تركيز تماما، كان هيبقى مينت ماينس سكند 1 ماينس 1 او سكند ماينس 1 ماينس صح؟ 1 طب لو زيرو اوردر كان هيبقى فيه مول هتبقى المول وتيرو ليتر. واحد المول ما... هيبقى المول موجب والليتر ثاني ايوه برافو عليك. عليها ماينر. يبقى انا استطيع ان انا اعرف على طول مباشره انا بتكلم على اوردر شكله عامل ازاي من اليونت بتاعت الايه بتاعت الريت كونستانت. كويس. طيب هنا بيقول لي لاحظ ان الاستوكيومتري 1 تو 1 وعندي سيم انيشال كونسنتريشن، يعني القانون اللي احنا خدناه دوت اقدر ان انا ايه اطبق، احط اتنين ولا ما احطش؟ حط اتنين يا عم، وهنتفق من هنا ورايح ان احنا نحط الاتنين عشان نبقى ايه واضحين في المسائل بتاعتنا. كويس. طيب بعد يعني في 30 مينت ايه اللي حصل في 30 مينت؟ تعويض مباشر عندي هنا، عوض في القانون اهو، ادي 30 مينت وادي الريت كونستنت وادي الاثنين وادي الانيشال كونسنتريشن اللي هو حاطه اللي هو 0.02. كويس. تقدر تحسب التركيز بتاع الرياكتنت اللي هو ريميند افتر 30 مينت، يطلع على طول اللي هو كام؟ 2.6 في 10 اس سالب 3. طيب لو انت حبيت تحسب البرسنت اللي هي ريميننج، طبعا لو خدت الاي تي وقسمتها على الاي 0 ديت او ضربتها في 100 هيطلع 13.1 ديت اللي هي البرسنت ريميننج، لكن هو بيسألك على قد ايه مشي، حصل يعني حصل له هيدروليسز قد ايه، اللي حصل له هيدروليسز او اللي حصل له الكومبليشن اللي حصل له هيبقى المتبقي بقى من ال 100 اللي هو 86 و9 من 10. كويس. يبقى انا عايز بس اميز اللخبطه اللي بتحصل، ان هل انا بتكلم على بيرسنت ريميننج ولا بيرسنت كومبليتد او بيرسنت حصل لها هيدروليسز. ها بيرسنت حصل لها هيدروليسز يبقى بتكلم على ايه؟ على اللي هو الرياكتد، الجزء الرياكتد. كويس. لكن لو عايز بتتكلم على الريميننج قد ايه، الريميننج اهو موجود عندك، بتاخد الاي تي المتبقي عندك وتقسمه على الاي نوت دوت او الاي زيرو هيدي لك على طول ال 13.1 اللي هي البيرسنت اللي هي ريميننج. طيب السؤال الثاني هو بيسالك على ايه؟ بيسالني على ال عايز يعرف يعني 30% هيدروليسز. ها يعني هو بيسألك على 30% هيدروس ديت بالنسبه لي تعني ايه؟ ان 70% ريميننج صح كده؟ فاجي اعمل الحسبه بتاعتي ديت كده واحط الاي تي على الاي 0 واضربها في 100 واقول ده بيساوي 70%، ده تعوض في تعويض مباشر، الاي نود معروفه عندك بالنسبه لك، الاي تي هتطلع بكام؟ هتطلع ب 0.014 مول بير لتر. كويس؟ هل هو بيسألك على الاي تي ديت؟ ها لا، ده عايز يحسب التايم بقى اللي هو محتاجه عشان توصل للتركيز دوت صح. عوض بقى في القانون اللي قدامي ده تعويض مباشر، ادي الواحد على الاي بيساوي واحد على الاي نوت بلس 2 في الكي في التايم دوت، يطلع التايم عندي بكام؟ يطلع ب 1.93 مني. كويس. طيب انا يعني النهارده بس كده، يعني انا حاولت ان هي تبقى ايه يعني شورت توتوريال لبعض الافكار وبعض المسائل، يعني لعلنا نتعود بعد كده يبقى مثلا كل فتره كده عندنا توتوريال ان شاء الله نحل فيه بعض الايه المسائل على بقيه الافكار وهكذا. وباذن الله تعالى التقي بكم يعني غدا في المحاضره ان شاء الله، واسال الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وربنا يوفقكم باذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله. صلى الله عليه وسلم. لو اي حد عنده اي استفسار شكرا لحضرتك يا دكتور. انا بحاول على قد ما اقدر ان دكتور معلش يعني احضر ليكم مسائل او اساعدكم وكده، وربنا ييسر لنا حالنا ان شاء الله تعالى. والله شاكرين جدا لحضرتك يا دكتور ومجهودات حضرتك بجد. انتوا عايزين البي دي اف بتاع ايه بقى اللي بيسال ده؟ انتوا كل حاجه عايزين البي دي اف للتوتوريال يا دكتور. التوتوريال ماشي، المسائل دي يا دكتور هنزل لكم البي دي اف واعمل لكم كمان ارفع الفيديو على يوتيوب ان شاء الله. ان شاء الله. معلش يا دكتور عاملين عليك لود احنا لا لا فين. لا لا ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله وييسر لكم الحال ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعينكم. اي حد ليه اي استفسار لو اي حد محتاج اي شيء يسال ان شاء الله. ها هو ممكن بس لو كل اسبوع مثلا زي دلوقتي شورت توتوريال زي دي باذن الله احاول ان شاء الله. ان شاء الله. معلش بس انا مضغوط كتير صراحه، وال يعني انا بحاول ان انا اجمع ماتيريال بالنسبه لكم نيو شويه، فيعني جهد رهيب ببذله بصراحه في تحضير المحاضره نفسه،
واخد بالك؟ فده واخد رحت اخر يا وقت دكتور. على الايه، على التوتوريال يعني. بس ان شاء الله يعني، يعني لعل الامور تنتظم معانا الايام الجايه ديت ان شاء الله. فيعني يعني احاول بقدر المستطاع ان يعني كل اسبوع يبقى لنا ساعه كده مثلا ولا حاجه ان شاء الله. ماشي؟ تمام يا دكتور، لما يكون في وقت باذن الله. عند حضرتك. انا بس يعني عايزكم تشدوا حيلكم عشان الميد تيرم ان شاء الله الاسبوع القادم، صح كده؟ احنا بكره عندنا محاضره، الاسبوع اللي بعده الميد تيرم على طول. كويس؟ ف الميد تيرم هيبقى يعني، يعني مدته تقريبا 50 دقيقه. كويس؟ هيبقى في حوالي 20 سؤال، في منهم الاسئله اللي هي هات وخد كده سريعه، وفي اسئله فيها حل مسائل. كويس؟ ف بنفس الاسلوب اللي احنا اتعودنا عليه على التوتوريال، بنفس الاسلوب اللي احنا اتعودنا عليه في الاكزامز اللي فاتت. كويس؟ هيكون بنفس الطريقه كده الايه الميد تيرم ان شاء الله. كويس؟ ويعني يعني الليكشر بتاعت بكره دي يعني جزء بسيط قوي اللي متغطي منها في الايه في الـ في الميد تيرم ان شاء الله. كويس؟ ف اتمنى لكم التوفيق يعني، وربنا ييسر لكم الحال، ولعل نكون يعني قدرنا نوصل لكم معلومه كويسه السمستر دوت ان شاء الله. حد عنده اي استفسار يا شباب؟ حد محتاج اي شكرا. حاجه؟ طيب اشوفكم بكره على خير باذن الله تعالى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب ريكوردينج يا دكتور. حاضر بإذن الله تعالى. Thank you.